ناكورورو هو شخصية تتقن أساليب قتال الساموراي، وهي أيضا تهتم بالعمل الاجتماعي الخاص بالأطفال وحملات التوعية بالطبيعة، والتي تتم أحيانا بمساعدة تيري بوغارد. تنتمي إلى شعب إينو في هوكايدو بالياباني، وهو أمر مشابه للأمريكيين الأصليين في الولايات المتحدة. مقولتها الشهيرة، هذا هو عقاب الطبيعة، هي من المدافعين عن الطبيعة، وفي بعض الأحيان يتم الإشارة إلى ناكورورو على أنها كاهنة. في سن 15، تلعب هي وريمورورو في الغابة عندما يسافر ماماها في حمل سيف والدها. شعرت أن والدها كان في خطر، واعتذرت لريمورورو غدرا.